بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثانية بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله إلى عدد من الإجابات يجيب بها فضيلة الشيخ عن نحو 19 سؤالا. أولها من المستمع آدم الزبير العييد، سوداني مقيم بالمملكة، يسأل عن طلاقه لزوجته المريضة، هل يأثم به؟ ثم يسأل في سؤال آخر عن الاسم الكامل لابن كثير والشيخين راويي الحديث رحمهم الله، ثم يسأل عن عمرته وقد أخذ التأشيرة لأجلها وهو يريد التخلف بالمملكة. بعد ذلك يقول، هل يجوز الأكل مع غير المسلم؟ ثم آخر أسئلته يسأل عن رغبة له لم يحققها وهو مقتدر، أشبه ما تكون بالنذر عليه. بعد ذلك سؤال من مستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يسأل عن القراءة من المصحف للمأموم، ثم يسأل عن حكم صلاة الوتر بلا قنوت، هل تصح أم لا؟ ثم سؤال من مستمعة عن حدود تدخل المرأة في حياة ابنها وزوجة ابنها في عدد من الفقرات ضمن هذه المسألة يجيب عنها فضيلة الشيخ. بعد ذلك سؤال من المستمعة باء ألف عن جهر إمامة النساء بالقراءة، ثم يجيب فضيلته لأسئلة عن أسئلة المستمعة، بل المستمع ميم عين عين من اليمن، يسأل في أولها عمن يقول إن سب معاوية رضي الله عنه لا إثم فيه، ويطلب توجيه الشيخ في ذلك، ثم يسأل تفسير قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بعد ذلك يسأل عما يفعله من حلف ولم يفعل ما حلف عليه، ثم إذا كان ترك الوفاء بحلفه ناسيا. وفي آخر أسئلته يقول، هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل الصيام؟ ثم يجيب فضيلة الشيخ عن سؤالين من المستمع محمد أبو بكر، يسأل في أولهما عن طواف الحائض والنفساء، وفي ثانيهما يسأل عن صيام الحائض والنفساء وتأخير القضاء منهما. بعد ذلك سؤالان من المستمعة الشيماء فاميم من مصر، تقول أعلم أن الحجاب واجب وأحب أن أرتديه، لكن أهلي رفضوا، فهل أطيعهم وكيف أواجه ذلك؟ وفي آخر سؤاليها وهو آخر أسئلة هذه الحلقة تقول، ما الوسائل التي تعيد حلاوة الإيمان للقلب بعدما فقدت؟ هذه رسالة من المستمع آدم الزبير العييد، سوداني مقيم بالرياض، بعث فيها عددا من الأسئلة. يقول في أولها، رزقت من زوجتي بخمسة أطفال، ثلاث بنات وولدين، وكانت حياتنا أسعد ما تكون، لكن قدر الله أن تصاب بحالة نفسية، ولمصيبتها فقد قتلتهم جميعا عدبنة واحدة وذلك بآلة حادة. يقول، أولا أرجو من فضيلة الشيخ الدعاء لها بالشفاء، ثم إنني قد فارقتها بالطلاق بعد أن بذلت كل ما في يدي لعلاجها، فهل طلاقي لها علي فيه إثم لما أصابها من قدر الله، مع العلم بأن حالتها خطيرة علي حسب قرار الطبيب المختص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فما أصيبت به هذه المرأة من اختلال عقلها وزوال إدراكها، فإن هذا مصيبة كبيرة، وما عقب ذلك من قتلها لأولادها فهي مصيبة أكبر، فجبر الله عزاءكم وأعظم الله أجركم وأخلف عليكم خيرا مما فقدتم. وأما طلاقها إذا كانت لا تصلح للاستمرار معها، وقد ذكر الأطباء أن هذه الحالة مستمرة معها وأنها يحصل منها مثل هذه البوادر الخطيرة، فإن طلاقها متعين عليك والحمد لله، لتسلم من بقية
الأضرار الناشئة من بقائها معك. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤاله الآخر: نرجو معرفة الاسم الكامل للعالم ابن كثير رحمه الله وراوي الحديث الشيخين. الاسم الكامل هو أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، وراوي الحديث في الصحيحين البخاري محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم ابن الحجاج رحم الله الجميع. نعم. آمين. يقول في سؤاله الثالث: منحت تأشيرة عمرة من بلدي بغرض أداء العمرة والعودة، ولكن كانت نيتي أن أقضي العمرة ثم أتخلف للعمل بالمملكة، هل العمرة التي أديتها صحيحة أم تجب إعادتها؟ وينطبق علي قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لدنيا يصيبها الحديث. إذا كنت أديت مناسك العمرة ناويا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى عمرتك صحيحة. الحمد لله. أما إن كنت اعتمرتها لأجل الحيلة والتخلف للعمل في المملكة فليس لك من الأجر شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بل الوعيد في هذا شديد. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وينطبق عليك حديث مهاجر أم قيس: إذا كان هذا قصدك لم تقصد العمرة لوجه الله وإنما قصدتها حيلة لأجل البقاء في المملكة والتخلف، فإنه ليس لك فيها أجر، عليك التوبة إلى الله عز وجل والإتيان بعمرة غيرها إذا لم تكن اعتمرت عمرة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الرابع: هل يجوز الأكل مع غير المسلم؟ يجوز الأكل مع غير المسلم من الطعام المباح، من الطعام المباح، أما الأكل معه من الطعام المحرم فهذا لا يجوز. نعم. في آخر أسئلته يقول: طلبت من الله إن أصبحت مقيما بالمملكة أن أصلي ركعتين بجامع الإمام تركي بالرياض، شكرا لله وبحمد الله تحقق ذلك، والآن يقصد مجيء للمملكة. يقول: الآن مضى علي قرابة العام وأنا مقيم بالمملكة، ولكن لم أجد فرصة للحضور للرياض نسبة لطبيعة عملي، هل علي إثم في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك السفر من أجل أن تصلي في جامع الرياض، الحمد لله، ولكن تصلي في أي مسجد من مساجد المملكة تصلي الركعتين، لأنهما نذر واجب في ذمتك، فتصليهما في أي مسجد من المساجد، لأنه لا ميزة لبعض المساجد على بعض ما عدا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد الرابع، ومسجد قباء، لكن لا يسافر إليه، وإنما يزوره ويصلي فيه من كان في المدينة فقط، أو كان من أهل المدينة، أو كان قادما إلى المدينة. هذه المساجد هي التي تقصد للصلاة فيها، وأما ما عداها من المساجد فهي سواء، ولا يجوز لك السفر من أجل أن تصلي في مسجد من المساجد غير الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، فصلي في أي مسجد والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا مستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له، بعث بسؤالين. يقول في أولهما: هل يجوز للفرد في صلاة القيام أن يقرأ في المصحف أم لا يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. يجوز ذلك إن شاء الله، إذا لم يستطع القراءة عن ظهر قلب فإنه يجوز له القراءة من المصحف، وفعله بعض السلف. نعم. في سؤاله الآخر يقول: عندما أصلي الوتر لا أدعو بدعاء القنوت في أكثر الليالي، مثلا إذا دعوت في ليلة فإني لا أدعو في أسبوع، فهل يجوز ذلك أم لا بد من الدعاء في كل ليلة؟ أفتوني نفع الله بكم وجزاكم خيرا. دعاء القنوت في الوتر سنة وليس بواجب، فيجوز فعله ويجوز تركه، والوتر صحيح ولو لم تدعو فيه بدعاء القنوت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة طويلة لإحدى المستمعات، تقول: أرجو قراءة رسالتي كاملة والإجابة عنها كاملة، لأنني في أمس الحاجة لهذا الرد، جزاكم الله عني وعن المستمعين خيرا.
جعلتها مقدمة بعدها فقرات تقول في مقدمتها: أنا زوجة أعيش مع زوجي في جو هادئ وطيب في بيت خاص بنا، إلا أنني أتعرض للأذى من أهل زوجي خاصة والدته، فهي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة بيننا وتسبب لنا المشاكل، وهي الآمرة والناهية في حياتنا. تقول أولا: فهل يحق لأم الزوج أن تتدخل باسم الأمومة في حياة ابنها بما لم يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفسد حياتهما؟ لا شك أن الأم لها حق على والدها، على ولدها، حق واجب ومتأكد. وكذلك زوجة الابن من حق زوجها عليها أن تراعي أمه وتحسن إليها، هذا من حق الزوج على زوجته، أن لا تسيء إلى أحد والديه وأن تحسن إليهما. وأما أن الأم تتعسف في حقها وتتدخل في الشؤون الزوجية بين الزوجين فهذا لا يجوز لها. أما أنها تأمر ابنها وتنهاه وتطلب منه أشياء مما يباح لها فلا بأس بذلك، إذا لم يكن في هذا إخلال بالعشرة الزوجية ولا تدخل بين الزوجين لإفساد ما بينهما. نعم. تقول في الفقرة الثانية: هل يحق لها أن تسير حياة الزوجين كما يحلو لها إلى درجة أنها تغلق بيتهما المنفرد لتجمعهما في بيت كثير الأفراد، وهنا تفرق فراش الزوجين وتفسد تربية أبنائهما؟ هذا أشرنا إليه، قلنا ليس من حق الأم أن تتدخل بين الزوجين لإفساد ما بينهما أو للمشقة عليهما، هذا ليس من حقها، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. نعم. تقول: هي تمارس السحر بكل أسف، فهل أطيعها وهل لها سلطة علي بالأمر والنهي؟ إذا ثبت أنها تمارس السحر فإن الساحر كافر، يجب إقامة حد الردة عليه ولا تجوز طاعته، على جريمة كبيرة السحر، تعلمه وتعليمه وتعاطيه. نعم. تقول: هل على ولدها أن يبرها على حساب زوجته، وخاصة أن الزوجة تعينه ماديا؟ لا، له أن يبر، يجب عليه أن يبر بوالدته، لكن لا يلزم الزوجة أن تعطيه من مالها ما يضر به أمه، إلا من باب طيب نفسها، ومن باب الكرم وحسن العشرة والإحسان، هذا شيء طيب. إذا أما الإلزام فلا يلزمها ذلك. نعم. في آخر فقرات سؤالي: يكرمها من ماله هو. نعم. في آخر فقراتها تقول: هل بيتي الخاص من حقي وهل يجوز لأمه أن تحرمني منه؟ أنقذوني أنقذكم الله وأفيدون. لزوجتي حق الإسكان على زوجي، وهذا من النفقة الواجبة، نفقة تكون النفقة بالطعام والشراب وما تحتاج إليه من القوت، وتكون بالكسوة المناسبة، وتكون بالسكنة المناسبة. فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها السكن المريح، وليس لأمه التدخل في منع حق من هذه الحقوق، فإن فعلت فإنها تكون عاصية وآثمة وظالمة أيضا. الأم. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة باء ألف تقول: أود أن أسأل الشيخ عن هذا السؤال. تقول: لعلمي أن إمامة المرأة تجوز للنساء، فهل تجوز لها، بل هل يجوز لها أن تجهر بالقراءة في أثناء الإمامة بهن إذا كنا في البيت؟ أفتونا معجوب. يجوز لها أن تجهر بالقراءة في الليل، في صلاة الليل، إذا لم يسمعها رجل يفتتن بصوتها، فإذا كان صوتها في محيط النساء ولا يسمعها الرجال جاز لها ذلك. نعم. السلام عليكم. المستمع ميم عين عين من الجمهورية اليمنية بعد رسالة فيها عدد من الأسئلة يشكر في مقدمتها إذاعة القرآن الكريم وأصحاب الفضيلة المشايخ وهذا البرنامج، ويقول في أول أسئلته: ما رأيكم في من يقول إن من سب معاوية رضي الله عنه لا يؤاخذ عليه أو ليس عليه إثم، وبماذا تنصحونه؟ معاوية رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب الوحي ومن كتاب الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخو زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، وله فضائل رضي الله عنه، فلا يجوز تنقصه أو مسبته، حكم أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يجب احترام الصحابة والثناء عليهم ومحبتهم
واتباعهم والاقتداء بهم، ولا يجوز تنقصهم أو تنقص أحد منهم، وإنما يفعل ذلك المبتدعة وأهل الضلال والذين في نفوسهم أو في قلوبهم مرض يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: أرجو منكم تفسير قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، تفسيرا كاملا. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين إلا أنهم ساهون عن صلاتهم. وقد جاء تفسير الآية بأن الويل هو واد في جهنم، واد من أودية جهنم، وقيل إنه كلمة عذاب وتهديد، والمراد بالذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن وقتها، وكذلك الذين لا يحضرون قلوبهم في الصلاة ويصلون وقلوبهم مشغولة عن الصلاة، فهذا من السهو عن الصلاة، عدم حضور القلب فيها وعدم الخشوع فيها، وكذلك إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي. الذين هم يراءون، الرياء هو أن يظهر الإنسان الطاعة وهو لا يريد بذلك ثواب الله، وإنما يريد أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه، هذا هو الرياء. ويمنعون الماعون، الماعون هو العارية، إذا احتاج أخوك المسلم إلى عارية من إناء أو بأس أو غير ذلك وأنت لا ضرر عليك في إعارته، فإنك تعيره إياه، وإذا منعتها في هذه الحالة تكون متوعدا بالويل. ومن هذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الإعارة واجبة، لأن الله توعد من امتنع منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث: إذا حلف الإنسان أن سيفعل كذا وكذا ثم لم يفعل هذا الشيء، فماذا عليه؟ وهل عليه كفارة؟ وما كفارته إذا كان عليه كفارة؟ إذا حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله فإنه تكون عليه الكفارة، قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه يمين منعقدة، إذا قصد عقدها على شيء مستقبل ممكن ولم يفعله أو على أن لا يفعله وفعله، فإنها تجب عليه الكفارة بنص هذه الآية الكريمة. ومن باب أولى إذا كان هذا الشيء محرما فإنه يتعين عليه أن لا يفي بهذه اليمين وأن يكفر عنها، قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ولقوله جل وعلا: ولا يأتلي، يعني يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فإذا حلف أنه لا يتصدق أو حلف أنه لا يصل رحمه أو حلف أنه لا يصلي فريضة أو نافلة إنه لا يجوز له المضي في هذه اليمين، بل ينقضها ويكفر عن يمين. قد قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. يقول في شق آخر، هو السؤال الرابع: إذا حلف أنه سيفعل أيضا كذا وكذا ونسي أن يفعل هذا الشيء، فماذا عليه؟ يكون عليه كفارة، إذا كان فعله محددا بوقت ومضى الوقت ولم يفعله فإنه يكون عليه كفارة اليمين، وإن كان فعله غير محدد بوقت فإنه يفعله متى ذكر ولا شيء عليه. نعم. في آخر أسئلته يقول فضيلة الشيخ: إذا احتلم الإنسان في شهر رمضان فهل عليه أن يصوم عوضا عن ذلك اليوم الذي احتلم فيه أم لا؟ ليس عليه أن يصوم لأن صومه صحيح، والاحتلام لا يفسد الصيام لأنه بغير اختيار الإنسان، ولكن عليه الاغتسال من الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. محمد أبو بكر بعث رسالة فيها سؤالان، يقول في أولهما: إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها هل يصح لها أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل؟ وهل عليها طواف وداع؟ إذا نفست المرأة أو حاضت بعد إحرامها أو أصابها ذلك قبل الإحرام فإنها تحرم وهي حائض أو نفسة، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإن عائشة رضي الله عنها حاضت بعدما أحرمت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
حتى تطهري. ولما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أو حابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله، يعني طافت طواف الوضع الوداع، طافت طواف الإفاضة. قال: فانفري إذن، وأسقط عنها طواف الوداع. الحاصل أن المرأة الحائضة والنفل سواء قبل الإحرام أو بعده تنتظر، تبقى في إحرامها وتنتظر حتى يزول عنها الحيض أو النفاس، ثم تأتي بالمناسك. نعم، أحسن الله. تأتي بالطواف، تأتي بالطواف والسعي، لأن السعي مرتبط بالطواف. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في سؤاله الآخر يقول: ما حكم صيام المرأة الحائض والنفساء وإذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟ لا يصح ولا يجوز الصيام من الحائض والنفساء حتى ينقطع عنهما الدم انقطاعا كاملا، حينئذ تصومان. وأما القضاء فإنه موسع ما بين الرمضانين، تقضي بين الرمضانين، فإن دخل عليها رمضان الآخر ولم تتمكن من القضاء فإنها تقضي بعد مضي رمضان الآخر ولا شيء عليها غير القضاء. وأما إن كانت أخرت بدون عذر بل بتكاسل وتفريط منها حتى دخل عليها رمضان الجديد فإنها تصوم رمضان الحاضر ثم تقضي بعده ما عليها من رمضان الفائت، ويكون عليها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم، أحسن الله إليكم. هذه مجموعة أسئلة من المرسلة الشيماء فاميم من جمهورية مصر العربية، تقول في سؤالها الأول: أنا فتاة عمري 20 عاما وألبس حجابا لكني لا أغطي وجهي، وذلك لأن والدتي وأهلي يرفضون ذلك، يقولون إنه ليس من عاداتنا، مع العلم أنني أعلم أنه واجب وأحب أن أرتديه، ولكني عندما واجهتهم بهذا رفضوا تماما وضعفت أمامهم، فحرمت الدعاء وحلاوة المناجاة وقيام الليل وكل هذه العبادات المقرونة بحلاوة الطاعة، ولكن ماذا أفعل؟ وهل موافقتي وخوفي منهم هو السبب لحرمان الخشوع أم الذنوب كالغش في الاختبار وغيره؟ هل هذا حرام؟ مع العلم أنني بعدما علمت أنه واجب أشعر بضيق شديد ولا أدري ماذا أفعل معهم، تقصد أهلها، وهل منهم وهم منهم من يفرط في الصلاة ولا يعلمون شيئا في الإسلام غير الصلاة؟ والله المستعان. الواجب عليك الالتزام بالحجاب وتغطية الوجه، لأن هذا هو الواجب على المرأة المسلمة، ولا يجوز لك أن تطيعي أحدا في ترك الحجاب، لا الوالدان ولا غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحجاب ليس هو من الأمور التي تخضع للعادات والتقاليد، وإنما هو أمر واجب بالشرع على كل مسلمة، فلا يدخل في حكم العادات والتقاليد. التقاليد والعادات إذا كانت مخالفة للشرع فإنه يجب رفضها، ولا يجوز اتباع العادات والتقاليد المخالفة للشرع، ومن ذلك قضية الحجاب. فعليك بالتزام الحجاب والصبر، والله يعينك على ذلك، ولا تلتفتي إلى قول من يلومك أو يريد منك كشف وجهك عند الرجال، فإن هذا أمر محرم ومعصية لله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الوالدين وأقارب المرأة أن يعينوها على طاعة الله، لا أن يلزموها بمخالفة طاعة الله عز وجل، إن هذا من الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالواجب عليهم التوبة، والواجب عليهم التسليم لأوامر الله ورسوله وإن خالفت عاداتهم وتقاليدهم. نعم، تذكر الشيخ ضعفها أمامهم، فهل من أسباب تذكرونها لها تدفع عن هذا الضعف وتجعلها قوية في الإيمان بالله؟ الإيمان بالله والخوف من الله، هذا يقويها في المضي في طاعة الله وعدم الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: ما الوسائل التي تعيد حلاوة الإيمان إلى القلب بعدما فقدت بسبب الذنوب والمعاصي؟ جزاكم الله كل خير. الإقبال على الله جل وعلا بامتثال أوامره وترك نواهيه، والإكثار من تلاوة القرآن بحضور قلب
القلب والإكثار من قراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسة الصالحات من المسلمات وتعلم العلم النافع، كل ذلك مما يقوي الإيمان في القلب، والإكثار من ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أثابكم الله. هذا مرسل سؤالا لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يقول: لماذا سمي الشهر المحرم بهذا الاسم؟ الله أعلم. أسماء الأشهر هذه جاءت إلى إنها من تسميات العرب،